السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ورك بوك بيج، كتاب الورك بوك صفحة 9، بيج 9. السؤال الأول يا أولاد بيقول لي look and write number 5، listen and write، استمع واكتب. Revision 1, page 14, page 13, exercise 8, song, page 13. Fadia walked into the study at the front of the house. Fadia مشت داخل غرفة الدراسة في الجهة الأمامية من المنزل. طيب. She then walked not the desk. يا ولاد معلش اعتذر لكم، مفيش عندي ملف الاستماع لدوت، لازم اسمع واكتب، لكن انا هخمن. She then walked، اقول له هي مشت ايه نوت ذا ديسك، المكتب الدراسي، نقول له مشت الى المكتب الدراسي مثلا to the desk. نفترض اجابتها تكون كده. نوت ذا روم there were a lot of books، الغرفة هناك كان الكثير من الكتب. اقول له in the room مثلا، inside the room، في داخل الغرفة هناك كان ايه كتب كثيرة. She took a large book، هي اخذت كتاب كبير. To the garden، الى الحديقة. اقول مثلا ايه from the desk. من الديسك مثلا to the garden، ومشت إلى الحديقة. أو ممكن أقول له and وإيه and walked to the garden، ومشت إلى الحديقة، حديقة المنزل. She sat down، هي جلست a table، هقول له كده on a table، على الطاولة on a table. خلاص. And read her book، وقرأت كتابها. السؤال الثاني بيقول لي هنا look and write on the laptop and they ate fish. عايزين ننفي الجملة دي، هقول they and they زي ما هو، وبعد كده استخدم didn't، وبعد كده اجيب المصدر من ate اللي هو eat، وبعد كده فيش، بعد كده هعمل نقطة جملة جديدة بالحاجة اللي هم أكلوها فعلا اللي هي ميت لحمة. they ate الفعل في الماضي، التصريف الثاني ميت لحمة. خلاص. طب تعالوا كده نشوف have، ده الفعل في المصدر، الماضي منه had، التصريف الثالث منه had برضه. هننفي الجملة دي، هنعمل ايه؟ مين يقول لي؟ هكتب زي ما هي اهو، انزل زي يا ولاد. هنفي الجملة اللي موجودة في الماضي، جملة الماضي البسيط انفيها بايه؟ didn't. اكتب بعدها didn't. ها بعد didn't اجيب هاد، دي في التصريف الاول. فين التصريف الاول فيهم؟ have اهي. وكمل an English listen، English listen. خلاص. هعمل جملة جديدة، هنصغر الخط شوية. هكتب جملة جديدة على نفس الضمير اللي هي دي، اقول له هما ايه مكان عندهم ايه. خلاص. اكمل جملة في الماضي، فين الماضي هنا؟ هذا ايه they had درس رياضة، مش وليس درس انجليزي، فهنا هقول له ايه
Amas, listen. طيب عندي الفعل يجلس ست، الماضي منه سات، الماضي منه سات. هنقفل الجملة دي، مين يقول لي؟ هكتب شيء زي ما هي، ادي شيء ايه؟ هجيب وراها ايه؟ هجيب وراها didn't، يعني لم، هي لم. اجيب التصريف الثاني الاول من ست، سات اهو، ست اهو، ست on the sofa، on وقت الباقي زي ما هو عادي. اكتب جملة جديدة باللي هي قعدت عليه، اقول له she sat. هنا بقى جملة، لان انا بكتب جملة مثبتة في الماضي، يبقى لازم استخدم الفعل في الماضي التصريف الثاني. وهكتب on she sat on that chair، جلست على الكرسي. يبقى انا هنا عملت ايه يا ولاد في الجملة؟ كل اللي عملته ان انا ضفت didn't وجبت التصريف الاول من الفعل، ضفت didn't وجبت التصريف الاول من الفعل، ما عملتش حاجة غير كده. عشان مين في جملة أضيف didn't والتصريف الأول من الفعل، لازم أكون حافظ الأفعال المضارع والماضي. تعالوا نشوف الفعل go، التصريف الثاني منه went، يعني التصريف الثاني يعني الماضي، التصريف الثالث منه gone. طيب مين يساعدني عن في دي؟ هكتب زي ما هي بعد كده، أضيف بعدها didn't، وبعدين اجيب الفعل في التصريف الاول من went، ادي went قلنا التصريف الثاني الماضي، اجيب منها التصريف الاول اهي go to the park، park واكتب الجملة في الماضي، جملة تانية في الماضي they، واكتب الفعل في الماضي، لازم يكون في الماضي went to the، ما هم ذهبوا الى ايه؟ school، هي دي school مدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.